لقد وصلت قارب عم أحمد التي ستقل 21 طالبا من أبناء جزيرة ابن سلام، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و14، بالإضافة إلى بعض الطلبة الآخرين من بعض الجزر المجاورة، لتقلهم إلى مدرسة ابن سلام التي تقع في الجزيرة المجاورة مباشرة. بقوم الساعة 6 وأقوم أتوضى وأصلي الصبح وأفطر وألبس هدوم المدرسة، ويجي المطار الساعة 8 ياخدنا يودينا المدرسة. أنا إحنا في مدرسة جزيرة ابن سلام هنا جنبنا هنا، وإحنا هنا 4 في 5 في سنة 6 معايا هنا، وإحنا 21 بنروح. تبدو البحيرة كأنها مجموعة من الطرق المائية رصفت بين تلك الكتل الكثيفة من ورد النيل، ولكن أبناء الجزر جميعهم قد حفظوها عن ظهر قلب، فهي وسيلتهم الوحيدة للوصول إلى العالم الخارجي. تتوافد القوارب مختلفة الأحجام والأنواع على الأربع مدارس التي تتواجد داخل البحيرة، فلقد قام الأهالي بإنشاء مدرستين على نفقتهم الخاصة كاملة، أدرجتهم وزارة التربية والتعليم تحت مظلتها، بينما قامت هيئة الأبنية التابعة للوزارة بإنشاء الاثنين الآخرين، لكنها مدارس بلا مرافق، فحتى هذه اللحظة لم تدخل الكهرباء أو المياه نطاق الجزر، فلقد اعترفت الدولة بأهل الجزر تعليميا ولم تعترف باحتياجاتهم الإنسانية حتى الآن. هنا المدارس في موجود في الجزر اسمها منطقة الجزر والمراحات، عندنا 4 مدارس: مدرسة جزيرة ابن سلام، وبعدين مدرسة العرب اللي احنا فيها دلوقتي، وبعدين بعدنا بشوية كده مدرسة الصبيحة، وبعدين مدرسة وادي النيل. بالنسبة للطلبة بقى مشاكلهم كبيرة جدا، بيجوا في قوارب، في طلبة يعني غلابة شوية فبيجوا في قارب بجر بالقصف أو بالمئداف، اشتغل بالمئداف، فيه طلبة بتاخد لها حوالي 1.5 ساعة برضو ما تيجي المدرسة، من حوالي لأن احنا في جزيرة، وجزيرة دياتي يعني كل مكان بيبقى فيه تجمعات من الطلبة، وبعدين فيه ناس بتيجي عن اللي هو الموتور ده اللي هو الدور ده، فيه ناس بتجمع الاطفال دي وتجيبها في الموتور، بس برضه بيواجهوا مشاكل جامده في الذهاب الى المدرسه ونظام العوده وهم جايين. ما عندناش ميه، بنجيب الميه في جراكن، بنجيبها واحنا جايين في اللانش بنشتري ميه. وبعدين عندنا مشكله هنا بالنسبه للكهرباء، مفيش كهرباء، وطبعا العيل ما عندوش الا الحصه، يعني نيجي ندور ما فيش وسائل معينه يقدر يستخدمها بره، يعني فما فيش الا الحصه هنا اللي عند الطفل. لسه اللانش ما جاش الوقت بقى. قبل 8 صباحا تصل كل القوارب للمدارس، وتنقسم تلك القوارب ما بين القوارب العامة التي تشبه وسائل النقل العامة والقوارب الخاصة للطلبة المقتدرين، وإن كانت كلها يدوية بلا محركات تديرها، وهي تعتمد على المجاديف التي تستنزف جزءاً كبيراً من طاقة الطلبة أثناء رحلتي الذهاب والعودة، ولقد خصص على ضفاف كل مدرسة مرفأ صغير أشبه بموقف السيارات لترسو عليه كل مراكب الطلبة. Thank you.
رغم أن الحياة تبدأ فعلياً من الخامسة صباحاً في مجتمع الجزر، إلا أن النشاط الفعلي يبدأ ما بعد الثامنة، بعدما يكون الطلبة قد تحركوا للمدارس، فيبدأ وقتها النشاط الفعلي لسكان الجزر الذي يتمحور في مهنة الرعي. فالنشاط الوحيد الذي يمارسه كل سكان جزر بحيرة المنزلة هو الرعي ومشتملاته. فالأراضي الزراعية الشاسعة التي تحيط بالجزر خصصت فقط لعلف المواشي، بينما يشتري أهل الجزر احتياجاتهم من الغذاء من المدن القريبة التي تحيط بالبحيرة. احنا ما عندناش هنا اي مصالح، ما فيش اي رعايه من الحكومه خالص، ما فيش خدمات حكوميه نهائي. الخدمات الحكوميه دي اخر حاجه، ما فيش مستشفيات، ما فيش اي حاجه، ما فيش الا المدارس الحكوميه بس. من ناحيه خدمات ما فيش كهرباء، ما فيش مواصلات، ما فيش اي اهتمام خالص، ما فيش امن. ده اول حاجه احنا بنعاني منها هنا، ما فيش امن نهائي. احنا معتبر من الامن معدوم في البحيره هنا خالص. لقد وصلت المركب الخاصة بالمدرسين، وهي مركب كبير بمحرك يتحمل نفقاتها الطلبة بدفع مبلغ يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات تبعا لنظام كل مدرسة. ويأتي أغلب هؤلاء المدرسين من المدن التي تحيط بالبحيرة، وليسوا من أهل الجزر، لأن الغالبية العظمى من أهل الجزر لا يكملون تعليمهم بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، سواء من البنين أو البنات. وسائل المواصلات عندنا صعبة جدا، لأن طبعا بنخرج من البيت بعد الفجر على طول. هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة بيجوا من بلاد متفرقة على ترعة السلام، وأنا من ضمنهم يعني. أنا عشان أجي المدرسة بصلي الفجر وأنزل أجي المدرسة. طبعا في لانش بيقلنا من موقف في جنب المطرية، اللانش ده بيستغرق حوالي 1.5 ساعة عشان يجي المدرسة. طب ما هي أهمية الكتاب ومميزات الكتاب وفوائد الكتاب؟ ثلاثة بيؤدي إلى نفس المعنى. طب ثواني، أول حاجة زي ما هي بتقول كده، الكتاب أنا اسمي وفاء حمام غانم، في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة جزيرة العرب. أنا ساكنة في جزر ومراحات. أنا باجي المدرسة في القارب نص ساعة الوقت، أنا باجي المدرسة نص ساعة. المشاكل اللي بتقابلنا واحنا جايين المدرسة هنا واحنا ماشيين في القارب، في مواتير بتعدي علينا مزودة، هدومنا بتتبل وكتبنا وحاجتنا، بنضطر ان احنا نرجع البيت تاني وما بنعرفش نيجي المدرسة. مدارس جزر بحيرة المنزلة كلها ذات طابع واحد، وهي عبارة عن مبنى من دور واحد يتكون من 9 فصول دراسية بجانب غرف المعلمين والناظر، وهي مدارس بلا أسوار لأنها متصلة بالبحيرة مباشرة. ومن أهم ما يميزها أن كل مدرسة تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويضم كل صف دراسي فصل واحد فقط مشترك لا يزيد عن 25 طالبا وطالبة، وتلك الكثافة المنخفضة جدا على عكس الغالبية العظمى من مدارس الدولة، تدل على كثرة عدد المدارس مقارنة بالاحتياج الفعلي لسكان الجزر، مع تجاهل تام لكافة أنواع الخدمات الأخرى تقريبا. طبعا انتوا شايفين المدرسة، مدرسة عبارة عن مبنى أهالي، هذه هي البنية، حجرات مش سقافة زي ما انتوا شايفين، والفصول يعني على قد الإمكانيات احنا بنكيف أمورنا مع الطلب. عدد الفصول 9 فصول، 6 ابتدائي العدد بتاعهم 226 تلميذ وتلميذ، الإعدادي 3 فصول العدد طلاب 66،
عدد هيئة العاملين بالمدرسة 29. عدد العاملين في المدرسة 29، منهم تعاقد ومنهم حكوميين وكانوا متعاقدين الأول وتثبتوا يعني. طموح كل الطلبة المتواجدين في المدارس الأربع لا يتعدى الحصول على الشهادة الإعدادية، فالبنات هناك يتزوجن في سن لا تتعدى 18، والأولاد يجب أن يستكملوا المسيرة مع الآباء. لذا فإن نسبة من أكمل التعليم ما بعد المرحلة الإعدادية لم يتعدى 1% على مدار تاريخ جميع جزر بحيرة المنزلة. ربما يكون وجود ضريح الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، حتى وإن كان لم يدفن فعليا داخله، والذي يعود نسبه لسيدنا يوسف عليه السلام، وكان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود بالمدينة وتوفي في السنة 43 من الهجرة، دليلا على كذب الكثير من المزاعم والتي تدعي أن كل الأراضي التي تقع داخل نطاق البحيرة تمت بأعمال تجريف وتكفيف لمياه البحيرة، ولقد نسبت المنطقة المجاورة لضريحه كلها فسميت بمجموعة جزر ابن سلام، كما سميت المدرسة المجاورة ابن سلام نسبة له أيضا. اسمع صبعك الكلمة دي لو تابع معي بس. الحاج رمضان رجل طيب يحب أهله وجيرانه ويحب وطنه مصر. كان الحاج رمضان يعيش وحده بعد أن ماتت زوجته. كل عامل عندي له أجر مخصوص لنفسه قد تتشابه الأجور عندي للإيه؟ للعمال لحد من 90 إلى، فأنا هاجي عندي وأعمل الجدول بتاعي اللي هو من 3 أعمدة، واحد للمجموعات والثاني العلامات والثالث اللي هو الإيه؟ تعود البداية الفعلية لسكان جزر منطقة ابن سلام لأيام حفر قناة السويس في النصف الثاني من القرن 19، حيث هربت إحدى الأمهات بوحيدها البالغ 17 عاما بعد أن تم استدعائه في أعمال الحفر، والتي مات فيها آلاف من العاملين والذين كانوا يعملون بنظام الصخرة تحت وطأة الجوع والعطش والشمس الحارقة. وكان كل ما تملكه تلك الأم من حطام الدنيا هو بقرتين بدأت بهما أعمال الرعي في المنطقة، وبالتدريج بدأ المجتمع في التكوين وهو يضم 5 عائلات اندمجت فيما بينها بأواصر النسب، حتى أصبح جميع أفراد الجزيرة كافة أسرة واحدة كبيرة. أنا مش منعزل عن الدنيا، أنا للراجل برضو اللي إحنا كل واحد له يسلوب في حياته المعيش، فبرضو ناس متخصصة إحنا تربية المواشي اللي هي اللبن في اللي هتجار، بعد لما أغزل في بيتولد لما أغزل أقول طبعا لربنا يبعته النت بتبقى تربية تربية، لكن ما بيطلع العجل بقى بنعرفه ناس متخصصة لها برضو مهنتها بيعملين معامل بيخطوا بيلموا اللبن. أما العجول اللحم يا بنطلع نذبحها في المطرية يا تيجي تجار متخصصة ياخدوهم من عندنا من هنا. الحاج أبو بكر الصديق هو الحفيد الخامس لهذا المراهق الهارب من حفر القناة، والذي يعد الآن كبير جزيرة ابن سلام، حيث لا تعترف تلك المجتمعات البدائية بأي نظام إداري كالعمد أو شيخ البلد، لكن الحاج أبو بكر بحكم عوامل السن والكثير من الأوضاع المرتبطة بالجزيرة اعتبر ككبير لهذا المجتمع الصغير. يعيش الحاج أبو بكر كباقي أهل الجزيرة
على الرعي، يساعده الآن أبنائه الذكور الأربعة والذين اكتفوا جميعا بالمرحلة الإعدادية فقط ليكملوا مع والدهم الدرب الذي سلك على مدار 6 أجيال، رغم أن مساحات الأراضي سواء للسكنة أو للرعي بدأت تضيق عليهم جيلا بعد جيل بالطبع، إلا أن أحدا من هذا المجتمع خاصة الأجيال الجديدة منهم لم يفكر في الرحيل أو بدء حياته في مجتمع آخر، ولم تجذبهم أضواء المدن رغم القدرة المادية لكل سكان الجزيرة، فهم لا يعانون ضيق ذات اليد على الإطلاق، إنما تبدو كل المعاناة في انعدام الخدمات الإنسانية تماماً. احنا بقى معلش معدومين، يعني شوف عشان اثبت لحضرتك، شوف دي احنا منطقه منعزله عن الحياه، بس ما فيش بيت اسمه فيه عيل يخلى من التجنيد، استحاله. انا تجنيد 74، لازم ولادي 3 برضه حاضرين الجيش من ضمن بكر كان في وزاره الداخليه اللي هي على الكلام ده كله صلاه على النبي، لكن خدمات حكوميه لا، ما فيش الا اخيرا المدرسه اللي هي تبع هيئه بورسعيد. المهنه بتحتم علينا ما يعني يقول لك يمكن 10% بعد ما بياخد الاعدادي او الثانوي، المهنه هي اللي بتحتم علينا، لان الاب ما يقدرش يعيش لوحده. والدي طبعا بحكم الارض اللي كان، طبعا كل واحد لحد ما يقدرش يتعدى التاني، كان يحكم مثلا 20 فدان، احنا 5 اتقسم علينا ال20، وانا عندي 4، يعني كل واحد دلوقتي يربك في الدين بالعافية. الحياة محدودة، الأرض محدودة. إنها 1 ظهراً، لقد وصلت قارب عمو أحمد مرة أخرى لحدود مدرسة ابن سلام، لكن هذه المرة بدون عم أحمد، فأمراض الشيخوخة التي بدأت تغزو جسده مع الكثير من الأمراض التي نتجت من الظروف البيئية غير الصحية أفقدته القدرة على مواصلة اليوم، وها هو أبو بكر ابن أخيه قد حل بديلا لتبدأ رحلة العودة اليومية والتي ستعلن رسميا بدء الجزء الثاني من اليوم. دعاء، الطالبة في الصف 6 تبدو حالة استثنائية بين بنات جزيرة ابن سلام وربما أهالي جزر بحيرة المنزلة جميعا، فطموح دعاء حدوده السماء التي تحيط بها من كل جانب، رغم أن جميع الطلبة كما ذكر من قبل لا يتعدى طموحهم التعليم الإعدادي نظرا لكونه إجباري فقط، ورغم كل الظروف التي تشكل حياتها قرر الدعاء أن تكمل تعليمها حتى تصبح طبيبة، حاصلة على وعد من والدها باستكمال تعليمها في حالة تفوقها بإحدى مدارس مدينة بورسعيد التي تتبعها إدارياً جزيرة ابن سلام، رغم بعدها أو صعوبة الوصول إليها سوى عن طريق المراكب الكبيرة والتي تتحرك في رحلة تستغرق 2.5 ساعة وفي مواعيد محددة جداً.
المقطع يعني. طلع المقطع. سنة محمد. تبدأ دعاء أخيها الأصغر بعد رحلة العودة من المدرسة الجزء الأشق من يومها، فالمعاناة التي يلاقونها في كل خطوة خلقت داخل كل منهم إصراراً على المضي قدماً في مشوار العلم وعدم الاستسلام للأمر الواقع كباقي رفقائهم في الجزيرة أو الجزر المجاورة، بدءاً من وجبة الغداء التي يتناولها على أرض خرسانية رطبة وغير مستوية، يتبعها اضطرار دعاء لمساعدة الوالدة في هذا الكم من الأعباء المنزلية التي يجب أن تنتهي قبل أن تفكر دعاء في أداء واجباتها المدرسية. في الوقت الذي يجب على دعاء إنهاء الأعمال المنزلية، يجب على أحمد أن يقوم بدوره هو أيضا في مساعدة والده في إطعام الماشية، وهكذا يستنزف الكثير من وقت وجهد كل منهما في أعمال منزلية وحقلية قبل أن يبدأ أي منهما في استذكار مواده الدراسية. المنزل بلا مصدر إنارة كهربائي، لذا يحرص كل من أحمد ودعاء على استغلال الجزء الباقي من ضوء النهار قبل الخامسة مساء عندما تبدأ شمس الشتاء في الغروب، وذلك على نفس الأرض الخرسانية الرطبة حيث لا تملك الأسرة مساحة سواها سواء للطعام أو للاستذكار. ورغم الصعوبة البالغة التي يواجهها كل منهما، لأن ذلك لم يمنع أي منهما من التركيز الكامل في أداء واجباته المدرسية. لقد قاربت الشمس على المغيب، مما اضطر أغلب هؤلاء الصغار للخروج من منازلهم للاستذكار سويا
على ظهر هذا القارب قبل أن تختفي شمس هذا اليوم، فاليوم ينتهي تماما بمجرد أن يؤذن لصلاة المغرب. وهكذا يضطر الجميع لهذا النوع من الاستذكار الجماعي لمدة نصف ساعة يوميا تقريبا. محمد شوف تقوم تحمود شوف على محمود وانت انك عم تعب. هنا هات إنها اللحظات الأخيرة قبل غروب الشمس والتي تعلن النهاية الفعلية لليوم. رجال الجزيرة يستغلون تلك الدقائق للعب الكرة، إنها المتعة الوحيدة المتاحة لهم حتى وإن كانت على أرض غير ممهدة وبعضهم حفاة الأقدام، لأن هذا لم يمنعهم عن تلك اللحظات الممتعة المسروقة من يومهم قبل أن يجبرهم غروب الشمس على سجن إجباري. تقبع فيه كل أسرة داخل منزلها في انتظار أن تعلن نفس الشمس التي غربت عن ميلاد يوم جديد. بالطبع لن يختلف عن سابقه، لكن يبقى بالنسبة لدعاء يوم جديد نحو بلوغ الأمل في تحقيق حلمها الوحيد.